فشيء عجيب جدا الحقيقه. يعني مش عايزه كريمه انا وانت بقى نقعد نوجع قلبنا، والناس كلها اصلا قلبها موجوعه على حاجات كتيره جدا ومشاهد كتيره جدا سخيفه حصلت، وهقول لقب او مصطلح سخيفه، مش هختار حاجه تانية اهدى، سخيفه. والجماهير امبارح والمكان المخصص لجماهير الاهلي اللي كانوا عايزين ياخدوه منك هو في ايه يعني حاجه؟ يعني انا مش عارفه، انا على كل حال يعني احنا مش طالعين النهارده عشان نمتص غضب وزعل الجماهير، احنا اصلا من الجماهير، ما في الاول وفي الاخر احنا جماهير، احنا عايزين بس واحنا كده بنحلل نبقى عقلانيين شويه. لازم ندعم فريقنا في الحلو والمره. شفنا على فكره لعيبه ليفربول بعد ما خسروا، لو حضراتكم اطلعتوا على ده نهائي دوري ابطال اوروبا، جماهير لا استقبلتهم في المدينه بشكل كانهم راجعين لهم يعني او راجعين لهم بالبطوله. صحيح. ده حصل. صحيح. ده حصل وموجود. معلش اكيد كلنا عندنا زعل واكيد كلنا عندنا غضب، وده مشروع ومحدش بيقول ابدا ان ده مش مشروع، بقول لحضراتكم احنا نفسنا متضايقين، لكن ارجوكم رأفه بلاعيبه الاهلي، بعد اذنكم رأفه بلاعيبه الاهلي، لان احنا لسه عندنا حاجات كتيره جدا. لو من دلوقتي احنا بنصدر لهم ان يا جماعه ما فيش امل، ويا جماعه ايه اللي بتعملوه، يا جماعه صدقوني ده مش هيعود باي نفع بعد كده على الفريق. احنا لسه عندنا الدوري، لسه عندنا ماتشات مهمه جدا، عندك ايسترن كومباني وعندك الزمالك. لو هتقول حتى ايسترن كومباني ما هياش المباراه يعني الاقوى، لا معلش، انت مش عايز ان انت غير انك تفوز في كل اللي جاي. فنزعل بس ارجوكوا زعلنا ده ما تخلوش يؤثر على اللعيبه بتاعتنا، احنا مش في حمل اي حاجه من هذا الشكل، لكن اكيد زعلانين. يعني على ذكر يعني هوند اللعيبه بتاعتنا مبدئيا كده، اكيد كل الشكر والتحيه للعيبه النادي الاهلي اللي بقالهم فتره طويله الحقيقه بيشتغلوا تحت ضغط كبير جدا وفي ظل يعني غياب شبه تام للمنطق، ولكن برضو عندنا كتير من التحفظات وكتير من الكلام حول اداء اللعيبه، حول اختيار اللعيبه، حول حاجات كتير في هذا الملف، لكن اكيد كل الشكر ليهم مبدئيا، كل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي، كل الشكر للكابتن محمود الخطيب، كل الشكر لجماهير النادي الاهلي العظيمه الوفيه اللي منهم قدر ان هو يسافر واللي ما قدرش كان بيشجع من كل قلبه في من مصر هنا او حتى من الدول العربيه اللي كتير جدا من المصريين عايشين ومقيمين فيها بشكل او بصفه دائمه. كل الشكر ليهم على هذا الامر، و بنتطلع للأفضل الفترة الجاية إن شاء الله. وكمان من ضمن الحاجات اللي أكيد بنأمل فيها وبنتطلع إليها إن كل اللي إحنا بنتكلم فيه بقالنا قولوا شهور تقريبا يختفي الفترة الجاية، ويبقى اللي موجود يعني أي تفصيلة موجودة على الساحة تكون ماشية في إطار المنطق والعدالة وتكافؤ الفرص فقط لا غير. إحنا كأهلاوية مش بنطالب بأكتر. والتعلم يا كريم من الأخطاء، خلينا برضو نبقى يعني بنتكلم بطريقة فير. امبارح كان فيه إهدار للفرص، كان في اهدار الفرص بصراحه، بيرس تاو عندك ضيع، محمد شريف عندك ضيع، في حاجات حصلت فنيا غلط، يعني هنتكلم في كل ده.